جديد في فاير بلاي. نواصلوا في استقبال ضيوفنا. اكيد كان معنا السيد علي عايد عضو تنسيقيه شابه بعد القرار اللي خرج من مكتب الجامعه بتعليق نشاط الفريق. تعقب ديسيزيون هذا اكيد خلف شغوه في الرابطه الاولى في الموسم القادم. وعلى ذلك المكتب الجامعي اقر دوله براج باش تكون موجود فيها الفرق شايبه القيروان، نادي حملان، اولمبيك سيدي بوزيد، وقوافل في القرصه. الفريق باش يكمل لول في الدوره هذه باش يكون هو معاوض هلال الشابه. الفرق اكيد الكل هذا اللي كنت نحكي عليهم لعبيتهم دخلوا في عطله تقريبا منذ شهر تقريبا ولا حتى اكثر بالنسبه للفرق نتاع الرابطه الثانيه. فم لاعبيه خرجت، فم لاعبيه غادر، فم لاعبيه انتهت عقودها، فم لاعبيه ماهيش تدرب. المقابلات باش تكون يوم 30 اكتوبر تقريبا بعد اقل من 2 اسابيع. شنو باش تعمل الفرق هذه؟ باش ناخذ واحد من الفرق باش ناخذ رايه في الموضوع هذا. شيبه القيروان معنا الناطق الرسمي باسم شيبه السيد مراد القداح. سي مراد اهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي اذاعه اكسبريس اف ام. مرحبا سي مراد. دونك حبيت كنت اسمع فيا، حابين ناخذ رايك في الموضوع. شنو هو موقف الشيبه في الموضوع هذا؟ والله هو القرار نتاع الجامعه بعد تجميد نشاط هلال الشابه في هالدوره نتاع البراج هذيا، صراحه اعتبرناه كمظلمه ثانيه تتسلط على شبيبه الرياضيه القيروانيه في نفس الموسم. كيفاش؟ بعد المظلمه نتاع اللي مازلنا معناها الاجيال معناها مازلنا ما نعرفوش شنو المآل نتاعها اللي هي صارت في وقت مباراة مع نادي رياضي البنزرتي. اللجنة الوطنية للاستئناف في خصوص الموضوع هذا مازالت ما بتتش في الموضوع، على اساس انه كان ثم جلسة في اول شهر اكتوبر لكن تم تأخيرها نظرا لظروف نتاع كورونا الى ما غيره. نحن قاعدين نستناو في المآل نتاع القضية هذه في اللجنة الوطنية للاستئناف يجي القرار هذا. كانوا معناها شبيبه الرياضيه القيروانيه بالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم معناها هي ايه نزلت القسم الوطني بها، وكما قلت لك معناها نحن بصراحه معناها جماهير الشبيبه لا المديره حاسين انه معناها شبيبه بالموقف هذا وبالقرار هذا ظلمت مره اخرى. خاطر شبيبه الرياضيه القيروانيه عم ناول حتى كي نمشيو للكلاسمون هي اللي كملت معناها في المرتبه 13 بعد يجي نادي حمام النمل في المرتبه 14. معنى اذا خذينا بعين الاعتبار معناها نتيجه المقابله بتاع نادي رياض البنزرتي ما فهميش علاش اليوم باش نعملوا ماتشات براج في انه شبيبه مبدئيا بعد ما يتيح زوز من القسم الوطني ا اللي هما معناها تجمد معناها فريق الشابه ونادي حمام الانف، هل الاولويه تقعد لفريق الشبيبه الرياضيه القيروانيه اللي من حقها باش تقعد في القسم الوطني ا. دونك حسب المعطيات هذه كلها اليوم معناها القرار اللي خذته الجامعه افار اللي هو من الناحيه القانونيه نحن بصراحة كنا عايشين في وضعية ضبابية معناها بعد اللي صار هذاك كله عايشين في وضعية ضبابية شبيبة في القسم الوطني A ولا B. اليوم ولات الرؤية منعدمة. علاش؟ خاطر ناخذوا إذا الشبيبة اليوم باش تشارك في الدورة هذه وحتما باش تشارك خاطر ما تعرف قرار جامعي وإذا ما تشاركش عندها تداعيات أخرى إلى آخره. اللاعبين اللي لعبوا عم كل في الشبيبة بريسك معناها 80% انتهت العقود نتاعهم. مصعب سيسي، لمجد عامر، سليم باشا، ياسين الصالح، علي الفريوي، احمد عمار، بوزرة، معز عبود، معناها وفيهم حتى اللي غادروا موجودين في السعوديه تو. سي فما لمجد عامر مصعب سيسي ومصعب سيسي في السعوديه زوج وهذا من اهم الملاعبين تقريبا في فريق الموسم الماضي. كي بدينا التحذيرات نتاعنا نحن سنية في بدايه الموسم كما العاده شبيبه الرياضيه القيروانيه ولاده وديما عندها معناها في بنيار باهيه. طلعنا معناها الوليدات الصغار نتاعنا على اساس معناها باش نكونوا معناها كالنواة ديما نتاع الفريق ويتم انتداب معناها لاعبين اللي باش يقدموا الاضافه للفريق. تجي انت توا بعد 10 ايام تقول لي راهو عندك مقابلات مصيريه معناها من اجل معناها ضمان معناها مركز في القسم الوطني A. حتى من الناحيه الفنيه هل انه معناها من العادي ومن المقبول باش تحضر فريق معناها في الثلاثه مقابلات في اسبوع حتى صحه الملاعبيه معناها فيزيكمون كيفاش يلعبوا معناها؟ ما تنجمش هو تو نمشي معاك اكثر من هيك. ما هما طلبوا قال لك العقود اللي بالنسبه للاعبين 2020 2021 باهي ناخذوا فريق شبيبه الرياضيه القيروانيه كمثال. اليوم نجم نمشي انا نعمل 8 انتدابات حقي ولا لا بالقانون بيان سور اي ثمانية الانتدابات هذوما بعد نعمل لهم فسخ انا العقود نتاعهم اللاعبين هذوما او نجموا نتحايلوا على القانون معناها اللاعب نجيبه جوست باش يلعب لي الدوره هذه
ونجم وقتها انا ناثر معناها النتيجه نتاع المباريات الكل. هذه الحاجه الاولى نمشي معاك اكثر. معناها تجيب لاعبيه فقط للمقابله للمقابلات هذوما ثلاثه في جمعه معناها. نعمل عقد توا ما طلبوني في 2020 2021 نعمل له عقد ما دام الميركاتو مازال محلول وسوق محلول حتى الجانفي في المشاكل نتاع الكورونا وكل شيء. بعد ما يكمل الدوره نتاعو نمشي ناخذ لاعبين معناها من مختلف الفرق في تونس. فهمتك. فهمتك. بعد ما يكمل يلعب معايا الماتش ياخذ الورقه نتاع الفسخ نتاعو ويرجع لفريقه. فهمتك. معقول برشا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اليوم شبيبه الرياضيه القيروانيه ما زالت عندنا مشكله في المنع من الانتدابات. ثم الملف نتاع لاعب بنجامين باتور صبينا الفلوس على اساس نستنوا لوتوريزاسيون نتاع البنك سنترال صارت اشكاليه. جاء بعد لاعب اخر اللي هو جونيور فرضينا له المشكله نتاعو باش معناها ما نخسروش وما نضيعوش الوقت، لكن مازال الملف تاع بنجامين مازال ما سواش الوضعيه نتاعو. معناها انا اليوم قاعد نحاول باش نسوي الوضعيه نتاع اللاعب هذا بنجامين قبل بدايه البطوله. جيني انت اليوم كجامعه تقول لي راك شاء الله بعد 10 ايام. معناها يلزمني انا نوفر معناها مبلغ في حدود 120 الف دينار باش نسوي الوضعيه، ويلزم الملف يتبعث للفيفا. في ظرف 10 ايام وينو معناها ما نعرفش يعني تكافؤ الفرص اللي يحكيوا عليهم على اساس انه معناها الفرق اللي في الوطني ما تلعبش بالمحترفين وبالاجانب نتاعهم. نحن ما عندناش مش اجانب هكا هاوتي، نحن الاجانب نتاعنا ثم واحد مشى صح في اتحاد بن قردان اللي هو يحيى سول، معناها ما قعدش يستنى في الشبيبه والموقف معناها اللي هي في القسم الوطني ولا في الوطني الباء واللي هو مازال معناها سو كونترا مع الشبيبه. عندنا لاعب توا بنجا اللي هو رجع معناها مشى لبلاده وروح ومازال موجود توا في القروان، ما نجمنا نعملوا له حتى شيء نستناو في الوضعيه نتاع الشبيب. وفريق معناها كيما قلت لك معناها اللاعبين كلهم معناها 80% من العقود نتاعهم انتهت، واليوم مجبور باش تعمل معناها ريكروتمون باش تسوي الوضعيه نتاع حقك معناها في الانتداب. باهي ما عادش عندي برشا وقت سامحني سي مراد في 30 ثانيه، شنو باش تعملوا تو تدخلوا القدم باش تمشيوا تراسلوا الجامعه باش تلعبوا البراج باش تلعبوا شنو باش تعملوا بالضبط؟ باهي نحن تو شراس نشوفوا من البارح فما اتصالات صارت كذا باش نوضحوا معناها الامور. فهمتني واللي فيه الخير ربي يسهل فيه وكا وش نقول لك معناها قلت لك نحن قبل كانت الوضعيه ضرريه نتاع الشبيبه اليوم ولات من عظيمه الرؤيه. تو سامبلومون وكا هو معناها ممكن الوضعيه الوحيده اكثر وضعيه معناها حرجه بالنسبه للفرق الكل هي الشبيبه. ما تشوفش سي مراد ان الشبيبه تعرضت للمظلمه لهناك، كاين فريق كان افضل من الشبيبه الموسم الماضي كفريق في وسط الترتيب خلى بلاصته. شنو موقفكم انتوما؟ فما شكون يقول لك علاش ما تخرجوش بين وترفض اللاعب في المقابله؟ هذه تنديدا للظلم، انتوما تعتبروا انفسكم تعرفتوا له زاد ايضا الشبيبه الموسم الماضي. احنا بالنسبه لنا قلت في البطوله هذه الشبيبه راهي اكثر فريق معناها تظلم. فهمتني؟ فريق الشاب زاد بالنسبه له اليوم ظهر لي ما فماش انسان ينجم معناها يعبر على الاستياء نتاعو من القرارات نتاع المكتب الجامعي اكثر من الفريق المعني. هلال الشابة معناها قدم معناها بيانات، ثم بيانات مسانده جات من فرق اخرى في اليوم نحن الشبيبه الرياضيه القيروانيه بصراحه نقولها وقت اللي ظلمت الشبيبه والعباد كل شافت اللي هي التوش خرجت. هذه ما فما حتى بيان مسانده خرج من الجمعيات الاخرى، بصراحه نحكي لك ما هو فما ساعات حاجه توجعك راهي. معقول اي معقول. فهمت. اليوم الشابه تقول لك طبقنا عليها القانون، الشبيبه المشكله انه ما فماش قانون يطبق عليها وقينا روحنا في الناسيونال بي. واضح. يعطيك الصحة. على كل نحن يا خويا إن شاء الله كل واحد ياخذ حقه، هذا راهو الميساج نقوله راهو نعرف معناها كلهم صحابي راهو في الشابة من زميلنا ضابر بوعطي إلى غيره، لكن أخويا بصراحة نحن اليوم في موقف باش ندافعوا على جمعيتنا وهما من حقهم باش يدافعوا على جمعيتهم، وإن شاء الله أخويا البطولة الموسم هذا يوفى على خير بصراحة. إن شاء الله. يعطيك الصحة. شكرا لك السيد مراد القداح.